السلام عليكم كراكم بونجورنو كومو استا انا حشيه سي محمد راهي الرابعه تحشيه بونجورنو بونسوارو السلام عليكم قديرين يا كرامي كراكم دايرين صافا الحمد لله كراكم مدايرين اشاك فوا كل فيديو يقولوا لنا كراكم مدايرين وراها كي صرا لها كراكم مدايرين فوالا راكم سمعتوها ان شاء الله راكم لاباس ان شاء الله الشوابين راهم بخير ان شاء الله خوتكم راهم بخير اليوم غادي نديرو لكم اليوم ما فيهاش رقاد واليوم جبنا لكم زوج حكايات ماشي حكايه واحده ولا ثلاثه من الغالب زوج مي زعما شابين بزاف وجايين مختلفين ماشي واحده تشبه الاخرى دير جام وقبل ما نبداو لا فيديو غادي نوري لكم انستغرام تاعنا دخلوا فيه وسيرتو رسلوا لنا دي زيستوار تاع خوف ولا اي سوجي ولا فيديو راكم باغينا نديروه ما متى اذا صرات لك ايستوار ولا راه عندك اون ايدي ولا راه عندك ان تيم ولا سوجي انتريسون حكايرك باغينا نحكوها تفضل الانستغرام تاعنا ارسلها لنا وقول نحكوها وبارك الله فيك خويا وغادي نزيدهم غير حاجه زيدهم عندنا اون شان ثالثه سموها قادوميلود جيمنج ماذا بكم تهودوا في الديسكريبسيون تسيبوا لو ليان تاعها ابونو خاطرش هاد السيمانه كاين فيديو فيها دروك غادي نبداو الحكايات تاعنا تاع اليوم السيد اللي يسموه صفيان مهم هذا السيد جاي مشي كيما الناس الاخرين ولا البزوزة الاخرين هذا السيد كان عنده 15 عام وكان شغل شوية معقد مشي شوية بزاف معقد علاش خاطش ما كان عنده حتى صاحب كان وحيد في هذه الدنيا كان على العام بل على روحه في الشومبرة وكان عنده واحد الحاجة واللي هي يبغي يشوف تصاوير تاع الناس ميتين هو جاي كيما هكا شغل كيشوفهم مش عارف يقعد يضحك عنده شغل ان بليزير يشوف ناس ميتين وكان عنده خوه الصغير دائما يحكي معاه ودائما يبارطاجي معاه كاع حياته وكشغل يحكي له شاسرة وتاني هذاك خوه الصغير كشغل تاني عنده لي ميم جو هذاك خوه الصغير تاني يبغي يشوف تصاور تاع موتا وكي قلنا لكم باللي ما عنده حتى حد وحيد ابار خوه سيكو كان يكره كاع الناس ابار خوه كان مام يكره والديه بوه وامه كان يكرههم ما كانش يبغيهم ما كانش مام با يستحمل يشوفهم ولا يسمعهم كان فري معقد نفسيا كان عنده ان بروبليم في راسه والديه فريمون كانوا انكي كانوا كشغل خايفين على ولدهم وما كانوا فاهمين والو ما عرفوش اش يديروا معاه وزعما سيو معاه كاع الطرق مي حتى حاجه ما نفعت سفيان هو اخوه الصغير كانوا دائما في رحبه ودائما يلعبوا غي مع بعضهم بعض ما يعرفوا حتى حد وما يهضروا مع حتى حد ولا يلعبوا مع حتى حد واحد اخر كانوا يبغوا يلعبوا برا في الليل فريمون كانوا بيزار كما قلنا لكم حتى نهار من نهارات سفيان مع اخوه دخلوا للدار وهذاك خو الصغير بدا يهضر لسفيان ويقول له باللي والديا كشغل نكرههم وما نبغيهمش دونك في الديبي سفيان جات نورمال باسكو ميم سفيان ما يبغيش والديه مي خو الصغير وصل قال له واحد الهضره شوكا سفيان قال له باللي ماذا بيا نقتل والدينا دونك سفيان شوكا وما فهم والو وقعد يشوف فيهم شوكي ومخلوع وقال له باللي كيفاش توصل كاع اسو بوامام انا نكرههم وما نبغيهمش بصح جامي وصلت نقول نقتل والديا وحاجه اللي شوكاته سيكو زاد قال له مانيش باغي غير نقتلهم راني باغي نقطعهم طراف طراف وقيسهم في الكراج وقال له كشغل ماشي غير نقطعهم طراف طراف كشغل نعذبهم والدم يولي يسيلهم من كل جهه عضوماتهم طرطقهم لهم شغل ما خلي فيهم والو دونك سفيان بدا يبكي وراح يجري عند والديه وخو صغير كان معاه ونوض والديه من رقاد وحكى لهم كاع شا قال له خو صغير هو يبكي والديه انخلعوا مشوكيين امه ولا تبكي وبوه ولا يتنفس ومشوكي يشوف فيهم مخلوع ما فهم والو دونك من موراها والديه قطبوا سفيان داوه للسبيطار تاع المهابيل وحطوه فيه دونك تماك سفيان قاعد منيرفي ومشوكي وما فاهم والو كيفاش خويا الصغير هو اللي دار كلشي وبغى يقتلكم وانا قلت لكم وانا اللي تدوني للسبيطار كشغل غاداته بزاف وقعد مشوكي ومنيرفي وشاد الحقد في قلبه دونك سفيان كما قلنا لكم دخل سبيطار بسيكاتريك تاع المهابيل فاتت 7 سنين خوتي حتى واحد النهار بوه بون كان اشاك فوا يجي عنده مي واحد الخطره كشغل جاو وريحو في واحد البيت باش يهضروا وباش كشغل بوه يشوف اسكو ولده تبدل ولا لا بوه تما قال له باللي هذا خوك جامي لا اكزيستا حنا ما عندناش ولدنا الزوج عندنا غير نتايا وحدك عايش في الدار معنا دونك فوالا فهمتو هذاك سفيان كان متخيل بلي عنده خوه صغير هذوك الصوالح اللي كان صارين كاع اللي قالهم له هو اللي تخيلهم في راسه وديك الليله هو اللي راح وحده ما راش مع خوه صغير باسكو ما عندهش خوه صغير وقعد يحكي لهم في هذوك الصوالح اللي خوفوا
دونك دروك غادي نروحو للحكايه الزوجه تاعنا. الحكايه تاعنا تقول بلي كان كاين اون بتيت فامي فيها راجل ومرته وولدهم الصغير. الراجل هذا غادي نسموه ان شاء الله بربي سموه مختار ولا. مختار ومرته امينه وولدهم حكيم. حكيم سما مختار وامينه وحكيم شي قدني ناقل. حكيم هذا الولد الصغير كان عايش مع امه وبوه في الدار، مي كان عندهم واحد المشكل صغير سيكو امه وبوه ما يتفاهموش وكشغل مدابزين من البكري، كشغل لا ريلاسيون تاعهم شويه كي والو. وسبب من هاد الاسباب علاش لا ريلاسيون ماشي مليحه بيناتهم سيكو بوه مختار كان عنده واحد البيزمنت، شاولا البيزمنت كشغل لا كاف ولا سو سول، هذيك الشومبره التحتانيه تهود بالدروج وتحلها. هذيك الشومبره كشغل كان مبلعها بالمفتاح، داير فيها ثلاثه تاع لي فاشات مكاش لي يدخلها. وعلى هذه كانت كشغل موت هاد الشير الصغير كان تكره من راجلها باسكو كشغل النهار كومبلي هو يفوتها تمك الداخل مبلع على روحه، مريح مع ولده بزاف مريح مع مرته، على بها كان كاين مشاكل. وعلى حسب رايه هو وهدرته كان يقولهم بلي ندخل تمك بزاف باش نخدم خدمتي بيسي تاعي تمك وصوالحي ونريح آلاز. ومن تمك امه قعدت تحوس كشغل كيفاش تدير باش تقدر داك المفتاح وتحل وتدخل تشوف، باسكو كيوريوزيتي حكمتها كيفاش قاعد النهار تمك صحارك تخدم عندك سوايع عندك دقائق عندك ما عندكش قاعد النهار. فاتوا ليامات نهار من نهارات المفتاح نساه معلق مختار وراح يخدم. الام بروفيتات دات داك المفتاح وراحت ديريكت للبيزمنت بغات تحله. ولدهم حكيم جا فايت شاف امه بغيت تحل الباب دونك قالت لها روح تقرا اليز راني لقيت مفتاح باين نشوف بوك شرا داير هنا. حكيم راح يقرا نورمال وخلى امه داخله لتماك. حكيم وراها بسوايع قرا ولا للدار، كي دخل للدار كانت لا سوربريز كبيره، لقى بوه يبكي وزعفان وقانط وقضبته ديبريسيون. دونك يسقس قال له بويا مالك وشرا صار هنايا، قال له يا ودي امك بدلتنا بواحد السيد براني كشغل بدلتني انا وياك براجل واحد اخر وسمحت فينا. قعد زعفان هذاك الاب وقانط باسكو كشغل مرته سمحت فيه وفي ولده. ولده حكيم لعبها مكان والو كي دخل شومبر تاع ثاني قنط وزعف وقعد يبكي. دونك فاتوا شهوره والاب هو ولده صاي نساو هذيك الحكايه تاع امهم خاطرش سي بون يقول لك بلي الوقت هو اللي يداوي الجرح. دونك هذاك الشيء الصغير ولا يشوف بلي بوه غير هو اللي قايم به يوكله يشربه يديه يقرا يعاود يجيبه يتهلا فيه دائما يسقسي عليه متكلف به هو 100% وكشغل صاي بوه رومبلاصا امه 100%. مي واحد الليلات حكيم كان مين يبغي يرقد يسمع واحد الحس تاع الزقا والتوار، وحكيم شغل ما يفهمش كان على باله غير حاجه واحده واللي هي داك الحس راه يجي من السوسول من البيزمنت تاع بوه. دونك هو اشاك فوا كان يبغي يقول له مي شغل ما يديهاش ولا، وخطره سقساه بوه قال له بلي ديفو في البيزمنت تاعي من كون نخدم وزعما نعيا ونبغي نتفرج ونديفولي على روحي ندير فيه تاع خوف. حتى واحد الخطره صرات واحد العفسه اللي حكيم ما فهم والو. واحد الخطره قبل ما يرقد في الليل كان يتفرج في التلفزيون حتى كانوا يفوتوا في الاخبار، هو ماشي انتريسي من الاخبار كان يحوس على المكياج تاعه كان باغي يفوت، من اللقطة اللي كان باغي يفوت سمع واحد الاسم يعرفه. كانوا دايرين الاخبار وهذاك لو بريزونطاتور تاع لو جورنال تيليفيزي كان يقول باللي كاين 40 واحد ديسبارا في المدينه وين ما يسكن حكيم، وهادو 40 واحد بيناتهم مه مت حكيم. دونك تما حكيم تشوكا وما فهم والو وكشغل كلشي تخرود له، اسكو مه سمحت فينا ولا راه بورتي ديسباري شرا صاري ما فهم والو. دونك تما تشوكا كي شاف اسم مه معلق في التلفزيون. مي تما كشغل من كثريات اللي ما فهم والو تخرود قاعد يقول مانيش عارف بالك وحده سموها كيما ما مانيش عارف مهم كلاس الافير وراح يدير حاجه واحده اخرى. يامات من موراها مختار قال ولده حكيم قال له بلي راني رايح نخدم تهلا في الدار وكاع وما ديرش زبايل وكاع تهلا. دونك هو راح حكيم شا دار عيط البيست فريند تاعه لو ميور امي تاعه ولي سموه هذه هذا ثاني نعاودو نسموه كي سموه هذا نسموه جلالي. جلالي ايوا حكيم عيط لصاحبه الجلالي علاش عيط له باش يلعبوا بلاي وباش يقصروا بين شاشره وكاع. دونك جلالي جا للدار دخلوا للشومبره وقعدوا يلعبوا في بلاي. دونك من موراها حكيم وجلالي قضبوها قصره ما بين صحابي يلعبوا في بلاي مقصرين وجايبين الليله تاعهم. حتى في واحد اللقطه حكيم وجلالي كشغل سمعوا واحد الحس حس تاع شغل واحد يتوه. دونك جلالي سقسى حكيم وقال له بلي شاول هذا الحس تاعش هذا الحس اسكو نروح نشوفو ولا شرا صاري. دونك الاخر قال له لا ما تخافش ما كان والو هادو ديفون سمعهم هكا بالك من برا بالك غير بويا مازال ما راحش يخدم راه يتفرج ولا عفسه دونك زعما ما تخافش. من موراها كملوا اللعب تاعهم وكاع
حتى فهاد اللقطه جلالي عطش قال الحاكم روح جيب لي الجي ولا الماء ولا كش حاجه من فريجيدار. حاكم قال له اوكي راح للكوزينه كي بغى يجبد له الماء ولا الجي من فريجيدار شم واحد الريحه شغل خانزة. دونك حكيم ما فهم والو قال هاد الريحة مي راها جاية قاعد يشم يشم يقدم حتى شم بلي هاديك الريحة راهي جاية من هاديك لاكاف التحتانية ولقى الباب محلول. هو كان غادي يبلع الباب مي كيوريوزيتي تاعه ما خلاتهش. عيط لجلالي قال له روح معايا نهودو نشوفو واش كاين. دونك جلالي وحكيم هودو هداك الدروج باش يشوفو واش كاين تحت. شادين يوفاتهم من الريحة اللي كانت تطلق. كي وصلوا تحت شعلوا الضو شوكاو وما فهموا والو. لقاو موتى وبنيادم بزاف تما لي كور تاعهم موتى ومحطوطين في هذيك لاكاف. دونك حاكم تشوكا وصاحبه جلالي تاني تشوكا وما فهم والو قعدوا غير يشوفوا في هذوك صوالح والريحه تاع الجيفه اللي كانت تجي من هذوك الموتى اللي كانوا تماك. وموراها حاكم طاح في الارض رفده صاحبه جلالي وراحوا طلعوا يجروا وبلعوا داك الباب. وتماك من موراها حاكم فهم هذوك 40 وامه كي صرا لهم باللي ماتوا تماك لتحت. وتاني فهموا باللي بوه هو اللي قتل هذو 40 واحد. دونك هذه كانت لي صور تاعنا الزوجه علاش بوه قتل وكيفاش صرات ما على بالناش. بالك بسيكوبات بالك مريض بالك شاد حاجه على الناس. مي المهم الحاجه اللي نفهموها سيكو مسقاش قرب من لي كاف خلي بوك يخدم. دونك فوالا رانا وصلنا لا فان تاع لا فيديو. جيسبر تكون عجبتكم كيما قلنا لكم ديروا جيم وثاني راه عندنا شان ثالثه ماده بكم تروحوا تشوفوا ترقبوا عليها ساعه ساعه باسكو غادي نحطوا فيها فيديو هاد الايامات. وجيسبر ثاني او ميم طوب اللي عجبوكم لي فيديو تاع اليوم وباللي شغل شويه خفتوا هكا وكاع راكم فاهمين. نتلاقوا بروشين ان شاء الله.